السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرة إن شاء الله راح أكون في ختام دوري مجموعة OQ اللي يقام ضمن مناشط الخريف الخاصة بـ OQ. وللأمانة استوقفني يعني موضوع معين خاصة في هذه الشركة. في رمضان كانت عندهم بطولة رمضانية وأقيمت يعني بالنسبة للإخوان اللي موجودين في صحار، حاليا في ظفار عندهم ايضا لجنة مختصة بمناشط وفعاليات الخريف وعندهم بطولة وراح تلعب بكرة ان شاء الله، وراح يكون يوم الختام بكرة ان شاء الله في المجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه الساعة 8:30 المساء. لفت انتباهي في الموضوع ولاحظت ايضا يتكرر بشكل مستمر خصوصا مع OQ، واتمنى أنه يتواجد في بقية الشركات أو المؤسسات الحكومية. أنا هني ما أتكلم عن يعني OQ على وجه التحديد، ولا أتكلم عن مساهماتها المجتمعية وغيرها من الأشياء، بقدر ما أتكلم عن ضرورة تواجد الجانب الترفيهي في حياة الموظف. يعني قاعد أفكر بيني وبين نفسي، ماذا لو تبعت المؤسسات الحكومية أو الخاصة عندنا نفس النظام الموجود في جانب ترفيهي خاص بحياة الموظف عندي، حياة الناس اللي يشتغلون عندي. الموضوع مو بس يعني أنت تعال داوم 8 ساعات وتوكل على الله وروح البيت. الموضوع في طاقات سلبية يجب أنها هي تفرغ. الموضوع في بعض المناشط الترفيهية، في بعض المناشط الرياضية، في بعض الأمور والتجمعات الخاصة بموظفين المؤسسة الوحدة أو الشركة الوحدة أو القطاع الواحد. أنت إذا تفكر فيها أني أنا إذا أجمع هذول الناس مثلا في فرق على مستوى كرة القدم، في ناس سبحان الله يمكن ما بينه وما بين شخص واحد يعني مشادات مشاحنة، ممكن من خلال تجمعهم تواجدهم في مكان واحد التقاهم بشكل متكرر تزيل هذه الأمور، بالإضافة إلى أن هذا الجانب الترفيهي يزيد من معدل الإنتاج عند الموظف. يعني الموضوع مش أني أنا أدفع لك راتب خلاص تعال اشتغل لي وتوكل على الله وروح، لا، الجانب أكبر. إذا أنت فعليا المؤسسات الكبيرة والناجحة اللي تفكر في مثل هذه الأمور تفكر أيضا في جوانب ترفيهية، وفي أمثلة كثيرة على مستوى العالم لو تروح وتلاحظ في أكبر الشركات اللي موجودة على مستوى العالم واللي تحقق نجاحات مبهرة وكبيرة مهتمين في الجانب الترفيهي لحياة هذا الموظف، لأنهم يعلمون تماما بأن هذا الأمر يزيد من إنتاجية الموظف. في ناس تقلل ساعات العمل وتزود في الجانب الترفيهي الرياضي، هذا الأمر يزيد من إنتاجية الموظف، يخلي الموظف يروح الشركة بحب، يروح الشركة يبغي يشتغل لأنه يعرف أن في أشياء تدفعها لك الشركة وتوفرها لك الشركة من دون أي مقابل، من دون ما أنت تدفع شيء. خصوصا أنا أتكلم عن الناس اللي عندنا حاليا، أنا أعرف أنه فيه لكن أتمنى أن يتم تفعيله بشكل أكبر. الناس اللي تشتغل في الصحراء يروح أسبوعين يداوم في الصحراء، طيب هذا كيف ممكن انك انت تخلي يطلع كل طاقته وانتاجيته في هذا التوقيت؟ لازم يكون في جانب ترفيهي، لازم يكون في جانب ترفيهي خاص بهذا الموظف. للأمانة OQ مناشطهم في رمضان مستمرة وعندهم هيئة مخصصة للخريف، مو بس في كرة القدم، في وايد أشياء، واشتغلنا معاهم خلال السنوات الماضية ولاحظنا العمل الكبير اللي يقومون فيه الأخوان في OQ. تحية لOQ ولمثيلاتها من الشركات على هذه الأعمال. الله يحفظكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.